بدات كاين شي ناس ما قدروش يهضروا ولا بدات ما كاينش كل راح يسمع لهم ولا ما قدروش ما با يديروا يهضروا في التلفزيون ولا يتلاقاو مع دي جورناليست. بون اليوم كان تفتيش يعني كيفاش راح نفهمكم كان بزاف كان اوفر ماشي بزاف يعني تفتشونا اوكي على راس والعين وعلى بالنا كامل الاجراءات هذوما راكم ديروا فيهم شي عادي وكامل مي سمحوا لي يعني اونتر بارونتيز راح نقول لكم كلمه ولكن هذه صرات لي وسمحوا لي على الكلمه مي لازم نقولها انا بيرسونيلمون دخلوني لي في ونحوا لي لو بونطالون باش يفتشوني دو ان اي دو دو اي اون بلوس دو سا التعامل كارثي يهضروا معانا بان فاسون كاتاستروف اوكي يعني كيما قلت لكم ديروا اجراءاتكم على العين والراس بصح باش تعاملوا معانا هكذا نو بون ما حبيتش نقول باش